السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعي قناة أجانب دلوس. النهارده معانا في أحدث في التعليم أخبار هتهم كل الناس وتهم كل الطلبة. وزير التربية والتعليم قالك بننسق مع وزارة الصحة لتطعيم المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة بعد حصر أعداد المعلمين والمراقبين. هيبقى في تطعيم لكل الناس اللي هتروح تراقب أو هيبقى في مراقبات لامتحانات الثانوية العامة أو أي امتحانات. وزير التربية والتعليم دايما بيقول خلي بالكم واطمنوا، انتوا في ايد امينة، فارجو ان نهدأ حتى يتسنى لنا العمل من اجلكم ويتسنى للطلاب التحضير في هدوء من ناحية اخرى. عشان كده دكتور طارق بيقول لك لا داعي للقلق ولا اي مشاكل، كلكم في ايد امينة. ده بالنسبة لبعض تصريحات الدكتور طارق. معانا النهاردة كمان الدكتور طارق اعتمد النهاردة جدول امتحانات الدبلومات الفنية للصم وضعاف السمع للعام الدراسي، وسيبكوا الروابط اسفل الفيديو. الامتحانات هتبتدي ان شاء الله عملية من يوم 5/6 حتى الامتحانات النظرية 19/6، وعدد الطلاب المتقدمين الامتحان طبعا 1038 طالب من الصم وضعاف السمع داخل 78 لجنة نظرية و77 لجنة علمية او عملية. وشهدت وزارة الدروس اتباع كل الاجراءات الاحترازية عشان صحة ولادنا. الخبر اللي بعد كده تفاصيل الامتحان التجريبي الثاني لامتحان الثانوية العامة. هتبتدي الامتحانات يوم الاحد ان شاء الله 23 مايو مع ملاحظات الاتي. نركز قوي في اللي جاي ده. الامتحان التجريبي الثاني خاص بالطلاب الذين يمتلكون جهاز تابلت بس. خلي بالكم من دي، معاك جهاز تابلت ده اللي هتروح الامتحان ده بس. وهيخد معظم الطلاب الامتحان في المدارس الحكوميه المجهزه كلها يكون فيها خوادم مركزيه وتوصيلات فايبر. اما طلاب المدارس الغير مجهزه او المدارس الخاصه والقوميه الامتحانات عبر شبكه الانترنت في المدرسه ان وجدت، او عبر شريحه الانترنت الموجوده في التابلت. يعد الهدف من هذا الامتحان اللي انا بشوف الخوادم المركزيه من ناحيه، والتعرف على شكل وطبيعه الاسئله من ناحيه ثانيه، وده من ناحية الطلاب، وليس اختبار شبكات او السحابة الالكترونية. والامتحان تجريبي بلا درجات، وهنشوف الوزارة هتعمل ايه. والوزارة كمان بتقولك هتنشر الاسئلة والاجابات الصحيحة بعد الامتحانات عشان الطلبة تستفاد من التجربة. وهيتم طرح تصحيح الكتروني جديدة، هيبقى فيه طرق تصحيح جديدة في عدد محدود جدا من المدارس. هيطبق هذه التجربة على كافة المدارس، رغم اننا مش مع الدكتور طارق في كل الكلام ده، جايين نجرب قبل فوات الميعاد. على رأي أم كلثوم فات الميعاد يا سيادة الوزير، جاي امتى تجرب؟ يعني جاي دلوقتي يعقد امتحانات داخل اللجان، ونجرب كمان طرق جديدة للتصحيح، ونعمل امتحانات الامتحانات المجمعة في نصف ساعة، عدد الأسئلة لتقليل الوقت والتزاحم. ولك كمان بشوف ضوابط الخوادم، وده امتحان تجريبي بلا درجات، انا لازمته ايه طالما كل الاغلبيه اكدت الامتحان هيبقى ورقي. وزاره التربيه والتعليم بتتعاون مع وزاره الصحه عشان توفر التطعيم بلقاح كورونا للساده المعلمين والاداريين المسؤولين عن امتحانات الثانويه العامه، ويتم توفير اللقاح لجميع الساده المعلمين والاداريين قبل بدء العام الدراسي الجديد. لجنه ازمه كورونا بتنتهي من قررت اللجنه العليا لاداره ازمه كورونا ان ينتهي حضور الطلاب في جميع المدارس الدولية بنهاية شهر مايو، على ان تستكمل الدراسة اونلاين في شهر يونيو اذا اقتضى الامر، ويقتصر حضور الطلاب بعد 31 مايو على الامتحانات فقط. ده بالنسبة للمدارس الدولية. عشان كده الدكتور طارق لسه بيشدد على تجريب ونشوف وتشوف الدنيا فيها ايه. وقلنا سابقا ان جداول الامتحانات الدبلومات الفنية كلها هسيبكم روابط اسفل الفيديو، نزلت خلاص يا جماعه. وربنا يا رب يكتب لاولادنا الخير والسلامه. هو اهم حاجه بس نبقى عارفين ان الدكتور طارق ما زال في تجارب وتجارب وتجارب. وخلي بالكم امتحان شهر مايو يا جماعه اللي هيبتدي يوم الاحد 23 وهينتهي يوم 27 تجريبي برضو. كل ده مانيش مستفاد منه حاجه غير اللي انا اشوف الاسئله. طب فين النماذج الاسترشاديه يا دكتور طارق؟ فين كل الكلام ده؟ رغم اللي انا بناشد وبقول يا جماعه لازم نماذج استرشاديه كتير عشان الطالب يشوف الدنيا فيها ايه، لازم الطالب يعرف طريقه الامتحانات عامله ازاي، لازم الطالب المأجل والدمج والطلاب الرصبين يعرفوا هيعملوا ايه، لازم طلاب ثالثه اعدادي المظلومين لغايه دلوقتي هيعملوا ايه، كل الطلبه دي هتعمل ايه، كل الطلبه ده لغايه دلوقتي هي فين من تفكير ومن اراء ومن يعني حاجات كتير من الدكتور طارق شوقي. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ محدش عارف. برضو الحكومه بتكرر حدود اللي هو الحد الادنى لاجور الموظفين والعاملين بالدوله كلها، يعني 8400 جنيه للدرجه الممتازه وما يعادلها، 6000 جنيه للدرجه العليا وما يعادلها، 4800 جنيه لدرجه مدير عام وما يعادلها، 4200 جنيه للدرجه الاولى وما يعادلها، 3600 للدرجه الثانيه،
3120 للدرجة الثالثة، الدرجة الرابعة 2880، الدرجة الخامسة 2640، الدرجة السادسة 2400. ده الحد الأدنى 6000 جنيه لكبير معلمي وما يقابلها من درجات المالية الإداريين. كمان كل الكلام ده خلي بالك يعني أخبار كتير، فيا ترى إيه اللي جاي؟ أما الخبر الجميل بقى لتالتة إعدادي اللي مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم بتقول لك انتهينا من تجهيز أسئلة الامتحانات للشهادة الإعدادية اللي هتبقى في أول يونيو إن شاء الله في جميع المحافظات. وأكدت المصادر لأجيال الهندسة أنه تم التجديد على وضع الامتحانات، أن الأسئلة تكون سهلة ومباشرة وخالية من الغموض وتكون في محتوى الفصل الدراسي الثاني فقط. والوزارة أعلنت تنبيهات لكل المديريات في عقد امتحانات الشهادة الإعدادية يعني اليومين اللي فاتوا دول، ونص الخطاب اللي تم تعميمه تعقد لامتحانات اتمام الدراسة للتعليم الاساسي على مستوى كل المحافظات بلجان مراقبة ومؤمنة تحت اشراف المديرين بالتعاون مع المحافظين. واضاف كمان ان المعلمين والطلاب كلهم يخلي بالهم الاجراءات الاحترازية، وعدد الفصل ب 14 طالب بدل من 20، وتعقيم جميع مقرات لجان السير، والتنبيه على المعلمين للوقاية وارتداء أدوات الوقاية الشخصية، وتشغيل بوابات التعقيم، ومنع أي أجهزة موبايل أو حاسبات دخول اللجنة، ولازم يبقى في طرق وقاية، ويبقى دايما دكاترة ودايما ممرضين موجودين داخل اللجان، ودايما يبقى في مكان تطهير لرش اللجنة وتوفير احتياجات اللجنة من منظفات، وتنظيم دخول الأعضاء من بوابتين أساسية وفرعية، وإرشادات كتيرة جدا داخل اللجان. فيا ترى إيه اللي هيحصل في الأيام اللي جاية؟ إحنا كان نتمنى ولما زلنا بنناشد تخفيف المناهج رغم إن الوقت خلاص أزف، لكن يا دكتور طارق تالتة إعدادي مظلومة، أكتر سنة مظلومة لغاية دلوقتي تالتة إعدادي، فيا ترى إيه اللي هيحصل في الأيام اللي جاية؟ الله أعلم. المهم تتجدعنوا وتتجهزوا نفسكم، خلاص ما عادش وقت، فيا رب اكتب لأولادنا الخير والسلامة إن شاء الله. أما آخر خبر معانا، التعليم بتعلن عن ضوابط صارمة للعمل داخل كنترولات الثانوية العامة. عن وزارة التربية والتعليم عن عقد الامتحانات الثانويه العامه ان شاء الله في مواعيدها في اطار الحرص على صحه وسلامه الطلاب، واكد الاختبار ان الاختبارات تعقد في لجان بالمدارس مؤمنه ومراقبه تحت اشراف المديريات كلها. واكد نائب وزير التربيه والتعليم رضا حجازي انه سيتم تقليل اعداد الطلاب، ودايما هيكون في اجراءات حازمه واجراءات صارمه عشان الغش، وهيبقى فيه تطهير وتعقيم، وهيبقى فيه امان. فعشان كده بيقول لكم اولادكم في ايد امينه ما تخافوش، وهيبقى دايما ضروره تحقيق التباعد بين الاعضاء المكلفين بتصحيح كراسات الاجابه للطلاب عشان تعقد الامتحان بشكل امن لجميع الاعضاء. وكان دكتور طارق قال لك جدول الامتحان دلوقتي خلاص تم اعتماده، وما زلنا في جدول الثانويه العامه اللي لسه هينزل قريبا. دي كانت اخبارنا كلها النهارده عن ما يحدث في التعليم او اخر اخبار التعليم سواء الابتدائي او الاعدادي او الثانوي، وان شاء الله لو في اي اخبار للجامعات هيكون معانا اول باول. تابعونا اول باول، هيكون معانا ان شاء الله بس مباشر ليحدث في التعليم، هيكون في كل الاخبار واراء كل اولياء الامور والطلاب، ومعاكم لغايه ان شاء الله اما كل اولادنا يخلصوا بسلامه وامان ومفيش حد فيهم اتصاب، وان شاء الله يكونوا في امن وامان وحقهم يكون موجود ان شاء الله. كان معكم اسامه رزق مؤسس اجيال اندلس. لو في حد لسه ما اشتركش في القناه يشرفنا باشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس للكل حتى يصل الجميع اشعاراتنا اول باول. في امان الله.